ومشاهدينا معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي رمضان بالعمري المتخصص في الشؤون الجزائرية. نرحب بك إذن سيد رمضان إلى استوديو الحدث. يعني من يلاحظ اليوم أو يتابع هذه الانتخابات الجزائرية يعني يرى هذا التخوف والترقب الكبيرين بالفعل يعني من اللتين يسيطران على هذه الانتخابات بالمجمل، لماذا برأيك كل هذا التخوف؟ نعم، بخصوص التخوف الجزائر هو تخوف مزدوج. التخوف الأول من السيناريو الذي تحدث عنه وسائل الإعلام أنه ممكن نزول الشخص الخاسر سواء كان علي بن فليس أو بوتفليقة إلى الشارع للاحتجاج. السيناريو يعني السيناريو أنه الناس بعد ما ظهر نتائج تنزل تحتج، وممكن الاحتجاج يكون عنيف، ممكن يكون فيه مواجهة، بعدين يكون اهتمام إعلامي بالحدث، وبعدين يكون ممكن السيناريو المعروف أنه على الطريقة اللي ممكن في وقت لاحق ممكن يدخل الجيش. هذا السيناريو المخيف الناس تخاف منه. الشق الآخر من التخوف المزدوج هو أنه الجزائريين عاشوا فترة الأزمة الأمنية ولا يريدون العودة إلى تلك السنوات. هذا هو مبعث الخوف. وسبب هذا التخوف أولا هو الشحن الإعلامي الذي سبق الموعد اليوم لمدة في حملة انتخابية، سبق شحن إعلامي شديد وتصريحات وحرب كلامية بين المتنافسين الرئيسيين هما الرئيس بوتفليقة وعلي بن فليس. هذا الشحن الإعلامي بعث في الجزائريين التخوف من يوم الانتخاب. وفي كل الأحوال كان دائما الانتخابات الجزائرية الرئاسية خصوصا دائما تشهد شحنا وتخوف ما، لأنه مثل ما قلت لك البلد خارج من أزمة مدمرة قبل 15 سنة، وبقايا الخوف من تلك السنوات في نفوس الجزائريين. نعم، طب أيضا يعني في ظل الحديث عن تضييق الخناق على وسائل الإعلام بالتحديد ووسائل الإعلام الخاصة، وكان هناك قرار يعني بإعادة السلطات الجزائرية وقالت أنه لم تمنع قنوات الإعلام من تغطية الانتخابات الجزائرية الرئاسية، في ظل هذا التضييق يعني هناك من يقول أنه وجود 6 مرشحين اليوم للانتخابات الرئاسية يعني بحد ذاته أمر إيجابي ربما أو خلق تعددية بالنسبة للمرشحين، ما رأيك؟ بخصوص وسائل الإعلام مثل ما قلت لك الشحن الإعلامي الذي وقع خصوصا على مستوى القنوات المحلية الخاصة وهي ظاهرة جديدة في الجزائر في السنتين الأخيرتين هو الذي أدى ربما إلى وزارة الداخلية مع وزارة الإعلام إلى التخوف. لكن تحذيرات منظمات حقوقية جابت نتيجة سريعة وأعلنت وزارة الإعلام أنه ستسمح للقنوات الخاصة بالتواجد. هذا قرار جاء ناتج عن ضغوط منظمات حقوقية تطلب أنه تسمح للصحفيين بتغطية الانتخابات داخل صناديق الاقتراع. الشكوى الأخرى جاءت من وسائل إعلام أجنبية تشكو من تأخر منح التأشيرة للصحفيين. صحيح، هذه مشكلة وأيضا موجودة. منظمة يعني مراسلون بلا حدود على وجه التحديد. نعم نعم، لكن حسب ما الأصداء اللي جات من الجزائر العدد كبير جدا من الصحفيين الأجانب اللي ما يعني طلبوا الاعتمادات حصلوا عليها، وهناك عدد متزايد من الصحفيين الجزائريين أيضا اللي ما عندهمش اعتمادات موجودين في الساحة وحابين يغطون الانتخابات. هذه أعتقد هناك كان فيه جزء تخوف من السلطات وتم التعاطي معها مع القنوات المحلية، وهناك شكوى من القنوات الأجنبية ووسائل الإعلام الأجنبية التي لم تحصل على التأشيرة لدخول الجزائر. نعم، طب أيضا نتابع معك سيد رمضان يعني التصريحات الأخيرة والاتهامات التي أدلى بها المرشح الرئاسي علي بن فليس، يعني خصوصا يعني هذه الاتهامات كانت محددة ويعني اتهم فيها الرئيس أيضا بوتفليقة بالتزوير. هل ممكن أن نعتبر اليوم هذه الاتهامات كلها والتصريحات الإعلامية التي أيضا يعني خرجت منه أحيانا في فترة الصمت الانتخابي، هل نعتبرها مقدمة لرفض نتائج الانتخابات المرتقبة؟ أولا يجب أن نوضح أن الرئيس بوتفليقة وعلي بن فليس ينتميان معا إلى الحزب الحاكم في جبهة التحرير الوطني. والرئيس بوتفليقة هو الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني، وعلي بن فليس كان أمين عام لهذا الحزب. يعني في النهاية هما يعني وجهان له عملة واحدة يعني مع ولكن هما مرشحان. نعم، منفردان. نعم، يعني في الاختلاف الانتخابات. الاختلاف والذي دفع ظهور وانفجار هذه الحرب الكلامية هي أنه علي بن فليس قام بحملة انتخابية لشخصه
ولعب أوراق واقترب من الشارع، بخلاف الرئيس بوتفليقة الذي وكل ناس ووكل مسؤولين في هما سلال وبالخادم ويحيى للحديث باسمه. هذه الحملة الانتخابية بالوكالة لم تأتي بنتيجتها. يكون الرئيس بوتفليقة انتبه إلى أنه خصم حقق عليه مكاسب انتخابية في الحملة الانتخابية، وحسب المعلومات المتوفرة أنه الولات اشتكوا من بنفليس أو من رجال يعملون مع بنفليس. يبدو أن هذا الشيء هو اللي تترك الرئيس بوتفليقة يتحرك ويقوم بهجوم معاكس إن صح التعبير لإظهار خصمه بأنه شخص يهدد الاستقرار أو أنه يهدد الولات أو شيء من هذا القبيل. أعتقد في النهاية هو صراع سياسي، وكل واحد يحب يأثر على الآخر حتى يكسب الأصوات الناخبين لصفه. طب هل برأيك هذه الاتهامات كان مبالغ فيها من ناحية المرشح بنفليس؟ هو تصريحات بوتفليقة كانت مقتضبة التلفزيون الجزائري، لكن وسائل الإعلام نفخت، وللأسف وسائل الإعلام الجزائر خصوصا وسائل الإعلام الخاصة وقعت في الاستقطاب، جناح مع بنفليس وجناح مع بوتفليقة. صح. جناح بنفليس يشتم في الرئيس، وجناح بوتفليقة أيضا قام بشيطنة علي بنفليس. وهذا اللي وقع. يعني مشكلة الشحن الإعلامي هي اللي تشتت وتظهر للرأي العام أنه فيه حرب. طب يعني هذه الحرب الكلامية حتى الآن. في الجزائر اليوم منتصف، اليوم من المفترض أن تظهر هذه النتائج الأولية لهذه الانتخابات، هل نتوقع ردود فعل عنيفة ربما أو اشتباكات أمنية تعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات منتصف اليوم؟ أولا يعني من ناحية نظرية الرئيس بوتفليقة أوفر حظا في هذه الانتخابات، ويكاد اليوم يكون الحدث هو ذهاب بوتفليقة للتصويت. لكن مثل ما قلت الحملة الانتخابية والظهور القوي اللي ظهر به علي بنفليس ممكن فعلا يصنع الحدث. وبخصوص مثل ما قلت الانحرافات، وقعت البارحة في العاصمة مجموعة بركات تحركت وقوات الأمن قامت بتفريق التجمع في العاصمة. اليوم أيضا في ولاية البويرة في منطقة القبائل قام بعض الناس بعض الرافضين للانتخابات أو من دعاة مقاطعة الانتخابات أيضا بالاعتداء على مراكز الاقتراع. وقعت اليوم بعض المناوشات، ولكن هذه مناوشات تقليدية لأن منطقة القبائل معروفة أنه بمقاطعتها الانتخابات ومعروفة بالرفض الشعبي لهذا المناسبات. طب هل نتوقع نشأة تصعيدا لهذه الاشتباكات؟ من الصعب أنه من الصعب الحديث على شيء. هناك تخوف، هو الشيء الثابت أنه في تخوف في الشارع الجزائري، وحشد أمني منتشر في الشوارع يعني بشكل لافت بحسب ما أفاد مراسلين. الحشد الأمني كبير جدا، هناك قوات جيش يعني في حالة أهبة واستعداد، وهناك 180 ألف شرطي مجندون لضمان الأمن في هذه الانتخابات. لكن مثل ما قلت لك الشارع متخوف من مما تسفر عن نتائج الانتخابات أحد المرشحين اللي هم بوتفليقة وبنفليس. نعم. طب أخيرا سيد رمضان، يعني نستفيد من وجودك معنا، هل نتوقع حسم نتائج الانتخابات منتصف الليل كما هو مفترض، أم يعني سنذهب إلى جولة ثانية، علما أنه يعني هناك من يقول أنه السلطات الجزائرية تقوم بجهد وجهد كبير لمنع الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات؟ مثل ما قلت يعني إذا كان وضعنا في حسبان الأطوار الحملة الانتخابية، يعني لنقول أنه حظوظ علي بنفليس صعدت كثيرا في الحملة الانتخابية، وممكن يعني هذا الأمر ممكن يؤدي إلى أنه الحظوظ تتقارب. لكن من الصعب الجزم أنه هذا القول إلى المرور إلى دور ثاني أو الحسم في الدور الأول. وعلينا أن ننتظر النتائج حتى نعرف هذا. ونحن بمتابعة إذن لهذه النتائج التي ستسفر عن هذه الانتخابات الجزائرية الرئاسية اليوم. إذن كنت ضيفي في الاستوديو الصحفي المتخصص في الشؤون الجزائرية رمضان بالعمري، شكرا جزيلا لك.